بعد التجربة اللي خضناها واللي نجحت فيها النساء في أول الانتخابات بنسبة 16.5 أو 17%، واجهت ليبيا بشكل عام تحديات رجالا ونساء، وأولهم اللي هو الجسم المنتخب هذا. كان عندنا صراع ما بين الشرعية الثورية وشرعية الدولة واحترام القانون والمؤسسات وما إلى ذلك. وأصبح هناك في كتائب بمختلف التوجهات تريد أن تفرض وجهة نظرها بالسلاح على هذا الجسم المنتخب نساء ورجال. ومن هنا كان في بالنسبة لي أنا شخصيا وبالنسبة لحركتنا وقفة كبيرة جدا، أن في التجارب الانتقالية التي على في طور التحول الديمقراطي هناك أولويات لابد أن يتم مقاربتها قبل أن نبدأ في حسب خارطة المجتمع الدولي لما هو التحول الديمقراطي، اللي هو يقول لك كتابة دستور وانتخابات وإنشاء أحزاب سياسية وإنشاء حرية إعلام. هذه الأربع نقاط التي ذكرتها، هذه اللي دائما في خارطة المجتمع الدولي للتحول الديمقراطي، أثبتت أن هي في الدول التي تشهد نزاع أو ما بعد نزاع مسلح هي وصفة للاستقطاب الحاد. الانتخابات كانت وصفة للاستقطاب الحاد وممكن تؤدي إلى انفجار، وكتابة الدستور في وقت مثل الوضع اللي تمر به ليبيا، اللي هو تحت سطوة السلاح والإرهاب، أيضا تهدد مهما وضعت من كوتا. إذا الأهم اللي وصلنا له أن لا معنى حقيقي للتمثيل الرقمي أو الكمي لمشاركة المرأة في المؤسسات الموجودة وصنع القرار ما لم يتم معالجة أمر السلاح، لأن في النهاية أنت أمام سلاح. إذا أنت لست مسلحة ولا عندك كتائب مسلحة تدعمك، ستخسرين مهما كانت النساء الموجودات. ولذلك تغير أجندتنا وأصبحنا نهتم بقضية جمع السلاح، بقضية تفكيك الكتائب المسلحة، إعادة تأهيل هؤلاء المسلحين وإعادة دمجهم سواء بمشاريع تنموية في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. وكان دورنا احنا ليس هذا هو الدور، ان احنا نقوم بدمجهم، وإنما فتح منابر حوارية مع هؤلاء المسلحين والشباب والنساء النشطاء لتخيلنا كيف تكون هذه العملية أن تتم.